السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة لشرب الشاي ولا شرب قهوة العصر، سهلة جدا، بسيطة، اقتصادية من الدرجة الأولى، والمذاق تاعها يكون رائع بإذن الله تعالى، وتكون نتيجة تاعها مرضية للجميع. أخواتي بدون إطالة، كما شفتوا في العنوان عندنا ثلاث مكونات في هذا الحلوى. هنا عندنا كاس تاع ماء، وعندنا كاس تاع دقيق اللي هو فرينة، وعندنا حبة تاع بيض. نبدأ على بركة الله في الوصفة تاعنا بدون إطالة. بسم الله بسم الله على بركة الله. هنايا الوصفة تاعنا غادي نخدموها اليوم في الكاسرونة ولا في الكاسرول ولا الطاوة. جبنا هنايا الطاوة تاعنا، نحطو فيها هاد الكاس تاع الماء، ماء عادي. نحطو فيها المكونات التالية، نحط فيها ملعقة ونصف من السكر، ملعقة هنا تكون كبيرة. نحطو فيها ربع ملعقة صغيرة من الملح. هنا نجيبو ملعقة الخشب، نخلطو هنايا المكونين مع بعض حتى يذوب لي قليلا هذا السكر. الان نديها مباشره فوق النار حتى توصل لدرجه الغليان، ونولي لكم. هنايا الماء تاعي راه يغلي على جنب، هنا غادي نغربل الفرينه اللي عندي. لازم الفرينه تكون مغربله باش ما تديركمش مشاكل في الحلوى تاعكم. غادي نواصل كيما هكا ونرجع لكم. عدت لكم اخواتي، هنايا الماء راه غلا توصل لدرجه الغليان، قلعته من النار وجبته لكم. الان في هذه المرحله راح نضيف هنايا مبشور الليمون. مبشور الليمون اللي عندها ديره صحه، اللي ما عندهاش دير كيس فانيلا، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه. المهم هنا باش نكهوا الحلوى تاعنا، واللي عندها مبشور تاع البرتقال ايضا دير مبشور برتقال. هنا كل موسم تاع البرتقال والليمون راه بكثره، نستعملوا هاد القشور. المهم هنا غادي نجيبوا الفرينه تاعنا او الدقيق الابيض اللي غربلناه، ونبدا هنايا نخدم في لاباط تاعي كيما لاباطاشو، لكن هنايا راهي كيما راكم تشوفوا هكا. بس غادي تكملوا معايا الوصفه، سهله جدا. هنا في هذه المرحله كي تبدا تلم لكم هكا، عندنا ملعقه صغيره من الزبده ممتلئه جيدا، عندنا ملعقه صغيره ممتلئه جيدا من الزبده، اللي عندها ديرها، اللي ما عندهاش تكتفي فقط بالزيت. انا ندير الزبده، وهنا نواصل هنايا ندخل هاد الزبده الفرينه. هنايا غير تبرد لي شويه غادي نخدموها بيدينا. نواصل كيما هكا، غادي نسرع لكم لا فيديو. بدو تلمسوا في لاباط تاعكم حتى لي شويه تبرد، خدموها بيديكم. الان غادي نخدمها بيدي، دروك راهي حاميه شويه. نخدموها غايه هكا بيدينا حتى لي تتفالي شويه، ونولي لكم. هنا بعد لي خدمت لاباط بيدي، ها هي صاي بردت، هنا ماهيش ساخنه يعني راهي دافيه. نجيبو هاد الحبة تاع البيض، بسم الله، نحطوها في إناء جانبي، ها هي، ونضيفوها هنايا للخليط غير بشوية، نستعين بالملعقة، ونبدو ندخلو في البيض. قلت لكم كيما لاباطاشو بصح ماشي كيفها بمية بالمية، مغيرة شوية. غادي نبدا ندخل هاد البيض في العجينة. هنايا عليها نخدمو مبشور الليمون ولا البرتقال باش يقلع لنا الصفيرة تاع البيض. لازم تشرب لنا كاع هاديك الحبة تاع البيض. ملعقة تاع اللوح أو الخشب تساعدكم بزاف. هنايا بعد لي خلطت المكونات، شوفوا العجينة تاعنا كيفاش تكون، ها هي. الآن هنايا عندنا جايب حلواني، درت فيه هنايا قمع مسلل، الحجم اللي بغيتوه، كيما تبغوا الحلوى تاعكم تخرج ها هو. الان غادي ندير فيه هنا فقط القليل من الزيت، ندير كيما هكا.
باش نمسح هنا جيب الحلواني من الداخل. نستعين بكأس ونحط هنايا جيب الحلواني ونعمرو. بسم الله نعمرو الحلوى تاعنا في الجيب الحلواني بهذا الشكل، سريعه جدا ما تديكمش الوقت بزاف. راكم طيبوا في القهوه ولا لاتاي، ودير بريفيرونس لاتاي تشربوها مع لاتاي، تاكلوها عفوا مع لاتاي. هنايا ما تكثروش على روحكم لاطاس باش ما تنغبنوش. كديروا الزيت بكل سهوله تهود. ها هي تهود بكل سهوله، راكم تشوفوا هنا القوام تاعها كيفاش طري. ها هي ديرها كتخرج باش ما تغبناش، كي نجو نطيبوها بالشكل التالي. هنا في مقلاة فيها الزيت نجيبوا لاباط تاعنا وديروا الشكل اللي بغيتوا، اذا كان دائري ولا حرف اي ولا كيما بغيتوا. غادي نديرها هنايا هكا اصابع، تستعينوا بالمقص تخدموا الحلوى تاعكم. سهله خفيفه ما تديكمش الوقت بزاف، لا مكونات بزاف لا والو، حاولوا تدوهم كاع قد. هنا اللي تعواجكم ولا سقموها مادامها عاد كاينه خضراء. الشكل اللي بغيتو ديروه ديروه. راكم تشوفوا كي بدات تنتفخ، نخلوها هكا تتحمر من الجهتين. انا هنايا ديجا درت شكل ثاني، ها هو انا هنايا ديجا درت هذا الشكل، راكم تشوفوا درت حرف او، ها هو درت لكم الاشكال، ها هو الشكل. غادي نكمل انا بهذا الشكل، تقلبوها النار تكون متوسطه، ما تنقصوش عليها النار كاع، ديروهاش هادئة تماما وما ديروهاش قوية بزاف، متوسطة. تواصلوا الطهي تاع الحلوى تاعكم، نتقابلوا كيفاش نزينوها بإذن الله تعالى. ها هو اللون اللي تاخده، حطها في صحن جانبي فيه ورق مصل الزيت. نقلع باقي الحلوى تاعي ونواصل الكمية، ونتقابلوا إن شاء الله في شكلها النهائي كيفاش نزينوها. اخواتي الحلوى تاعنا ها هي كما راكم تشوفوا بعد اللي قليتها وطيبتها. هنايا الاشكال ديتكم اشكال مختلفه باش هكا يكون عندكم لي شوا في الشكل اللي بغيتوه. نجيبوا هنا السكر العادي ونرمدوا الحلوى تاعنا، ها هو الشكل تاعها، يجي شباب بسيطه جدا، بسيطه المكونات لكن بنينه. نحطوها في صحن التقديم. نزيدكم هنايا نوريكم اللي درتهم دي بودا ولا اصابع، شوفوا كيفاش تخرج. هنا ايضا نرمدوها السكر، ها هو الشكل تاعها. اخواتي ها هو شكلها النهائي كيفاش جاتني الحلوى تاعنا. هنا غادي نعطيكم فكره، تقدروا بالهذاك البوق اللي تخرجوا به الشكل، تقدروا تكون هنايا عريضه على هذه باش تفخصوها الداخل، اما بكريم باتيسير ولا ديروا لها المربى ولا حتى الشوكولا الخاصه بالدهن. هنا الاخوات نوريكم، حابه نقسمها لكم بالداخل كيفاش تكون. شوفوا هنايا بزاف طريه، ها هي شوفوا هنا ما تجيكمش معجنه، تجيكم خاويه الداخل. ها هي ايضا نقسم لكم الشكل الثاني، شوفوا يجيكم كلكم طري، ها هو شوفوا الداخل كيفاش خاوي، حقا تستحق التجربة. جربوها وردوا لي في الآراء تاعكم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.